اللي اتفتحوا الاسبوع ده 12 ازاز، انا خدت منهم بس بس بقى يا روتا، كم مره قلت لك مش عاوز اسمع الكلام ده؟ قولي لي القهوه جابت كذا وخلاص. جرايه يا بدريه، ما انا بحكي لك يا اختي عشان قلبك يطمن. طمن طمن على ايه؟ طب ايه رايك بقى ان انا نفسي انك تيجي القهوه تطمني على الشغل بنفسك، بدل ما يوصلي الكلام من الناس وتصدقيه. ما تيجي يا بنت ليله معايا. ابدا، انا معاهده ربنا رجلي ما تخطيش القهوه دي ابدا. ما تحبكيهاش قوي كده، ده اكل عيشنا. بقول لك ايه، سيبيني على راحتي يا روتا، يعني بس لولا بحتاج القرشين اللي بيجوا منها ربنا العالم، ولا كنت مديت ايدي ولا خدت الفلوس دي خالص. خلاص ما يكونش عندك فكر. ايه رايك ان انا عندي فكره تانية؟ بلاش انت تيجي القهوه، اسم الله عليه اسلام ابنك كبر ما شاء الله، وبدل ما يضيع وقته هنا ولا هنا اهو يجي في القهوه يتودك ويتعلم له صنعه. بص عليك يا روتا، عاوزه تعرفي اسلام سكه القهوه من دلوقتي. يو قهوه ولا مش قهوه؟ جرايه بدريه، ما هو ماله يا اختي، انت عايزه يسيب ماله يتسرق؟ لا ابدا، كفايه اللي جرالي انا وابوه من تحت راس القهوه دي. اسلام عايزه له سكه تانيه خالص، عاوزاه يتعلم ويكمل علام. يا قطيعه، وهو انا قلت لك ما يروحش مدرسه ويشتغل في القهوه بس؟ يجي مره واحده في الاسبوع. ابدا، اسلام لازم يبعد خالص ولا يعرفش السكه دي بتاتا. جرالك ايه يا بدريه؟ وهو في حاجه يا اختي بتستخبى؟ طب ايه رايك بقى ان ابني كل ما يقابلني في السكه بيسالني عن القهوه؟ اكيد اصحابه بيقولوا له. ماني عارفه، عشان كده نفسي ومنى عيني يبدا علام بقى عشان يشغل روحه، ده كبر وما عادش صغير. طب انا عندي فكره يا بت يا بدريه، ايه رايك توديه مدرسه الشوامي اللي ورانا؟ هي صحيح مصاريفها حرقه حبتين، بس اهو يتعلم مع اولاد الاعيان والبشوات. انا بقى ما يهمنيش ان اسلام يروح مدارس، انا نفسي يروح الكتاب يحفظ كلام الله. كتاب؟ كان بدري، ابني كبر على الكتاب يا بدريه، الكلام ده كان من بدري يا اختي. عندك حق، كان من بدري، بس ولو برضك ملحوقه.